أغانينا المصرية في زمن الفن الجميل كانت بتنتشر كالنار في العشير في كل أرجاء الوطن العربي بسرعة جدا. يعني لو قلنا أن هناك كانت دول بتبعد أو في ناس بتيجي من دول عربية خصيصا لحضور حفل السيدة أم كلثوم الأول من كل شهر عشان تستمتع بهذه العملاقة الرائعة أم كلثوم في غنائها وفي أدائها وألحانها. وبالتالي كانت الدول العربية ناس بتتبارى في أنها تستمع أو تغني أو تنشد بأغاني مصرية وتبدع فيها. هنسمع كده نموذج صغير من المملكة العربية السعودية لأغنية مصرية للفنانة نجاة الصغيرة أما براوة علي أما براوة. Oh,
زموني لموني ما تلحموني أحب نور العواصي لما يلوموني يا ناس لموني لموني ما تلحموني أحب نور العواصي لما يلوموني ولو حبيب يا عيني حلو الحلاوة أما بابا على الحلاوة Allez.